القطري ومنح الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية الدكتورة عايشة يوسف المناعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري جائزة هاري ديفيسون. وللمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه الجائزة وكيفية غرس روح العمل التطوعي والخيري في نفوس أبنائنا، يسعدنا أنها تكون موجودة اليوم معنا. صبحك الله بالخير يا دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور وفيض ضحى، إن شاء الله دائما في خير وسلام إن شاء الله، ودائما إن شاء الله متألق بوجودكم يعني. إن شاء الله يخليك يا رب. سعيدة جدا دكتورة أن إحنا نلتقي مرة ثانية في هذا البرنامج. مش حبيبتي، الله يحفظك إن شاء الله. دكتورة، لو نتكلم في البداية عن العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي. العمل التطوعي حقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا والصلاة والسلام على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني دائما الناس فكرهم لما يقولون مثلا عمل تطوعي او يقولون عمل خيري يفتكرون بس فقط هذا في يعني في جانب معين او محدد، اللي هو ان انت تعملين الخير انك مثلا تعطين مبلغ من المال او ما الى ذلك، كصدقة. يعني ايوه يعني بس فقط في، لكن مفهوم العمل الخيري في الاسلام حقيقه هو هدف من اهداف الاسلام، بل هو أنا ما أتصور أن لم تأتي الرسالة إلا لهذا العمل، سواء طبعا يعني يدخل حتى في الأمور التعبدية، يدخل في الأمور المعاملات كما يسميها علماء الشرع، والأساس فيها في قسم الأخلاق. العمل الخيري ممكن أنا أسميه، طبعا احنا نسميه مثلا تطوعي، والمقصد من كلمة تطوعي أنه تطوع من غير مقابل، ولكن من وجهة نظري أنا يعني لا يوجد شيء من غير مقابل إن لم يكن في الدنيا في عند الله سبحانه وتعالى، كما عندما يقولون أعمل الخير وارميه البحر، أنا أقول لن يرمى في البحر، إنما هو محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان الذي يعمل العمل الخير أو التطوعي كما نقول، أو كما يعني كما هو مصطلح متعارف، يعني هو عندما يعمل هذا العمل يريد به، حتى يقول أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد من وجه الله سبحانه وتعالى؟ طبعا يريد رضا الله سبحانه وتعالى، يريد عفوه، يريد مغفرته، يريد الحق، يريد الجنة في الآخر مثلا. إذا هناك دائما الإنسان إذا عمل عمل، يا إما يعني طبعا يأخذ عليه أجر في الدنيا، يا إما أنه يأخذ عليه أجر عند الله سبحانه وتعالى. ودائما المؤمنين أو الكثيرين الإيمان أو شديدي الإيمان أو الروحانيات اللي عندهم عالية دائما ينظرون إلى الأجر عند الله سبحانه وتعالى هو الأعلى. لذلك العمل الخيري أساس في الإسلام، ومن هذا المنطلق كل مقاصد الشريعة، الشريعة لها مقاصد وهي خمسة كما يقول العلماء، يعني أصحاب دراسة المقاصد، مقصد النفس أو حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ الدين. هذه المقاصد الخمسة في الشريعة هي أساس لكل عمل خيري، سواء أخذ حتى اللي يأخذ عليه الأجر. ترى يعني أنا أريد أن أبين نقطة أن العمل التطوعي ليس المقصود به فقط أنه لا يأخذ أجر، ممكن أنا في عملي الذي أخذ عليه راتب شهريا يكون في داخله أو من مقصده العمل التطوعي، بمعنى أنني أبذل مجهود كبير جدا في هذا العمل فيحسب لي عمل خيري يعني عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا المفهوم الحقيقي للعمل الخيري أو التطوعي كما يقال. يعني دكتورة عايشة، الناس عارفة الدكتورة عايشة المناعي، عارفة أن هي في أكثر من مجال، لكن لو بنتكلم عن تخصص فقط العمل التطوعي بعيد عن الجامعة والدراسة والتدريس، المناصب اللي تبوأتها الدكتورة. لن يكون هناك كما قلت، لن يكون هناك شيء اسمه عمل تطوعي أو خيري والآخر مثلا أكاديمي. إحنا عندنا في الجامعة أو في أي جامعة في الدنيا لها ثلاث أهداف. الهدف الأول أكاديمي بمعنى التدريس وما إلى ذلك. الهدف الثاني بحثي، بمعنى أن الأستاذ يقدم بحوث ويكلف أيضا الطلبة ببحوث. الجانب الثالث هو
خدمة المجتمع وخدمة الجامعة. يعني هذه الثلاثة كلها يعني عناصر تكون أي جامعة في الدنيا يعني. لذلك العمل اللي هو خدمة المجتمع أساسي في الجامعة، أساسي في ارتباطها مع يعني في التدريس، في الأمور الأكاديمية وما إلى ذلك. فهناك تواصل شديد جدا، يعني أنا لا أستطيع أن أفصل بين يعني مثلا ممكن أنا ألعب أدوار مختلفة، ولكن لا يوجد فصل ما بينهما من وجهة نظري، يعني ما بين هذه الأدوار في العمل الخيري أو التطوعي. مثلا بالنسبة لي أنا يعني أنا عضو في جمعية قطر لذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا هذا يعتبر عمل تطوعي، لكن في نفس الوقت أنا أشعر فيه برسالتي، أشعر أن هذا رسالة، أشعر أنه واجب، وليس يعني أقدم تطوعا مني وإحسانا مني أبدا، أنا أشعر بأنه واجب علي. أنا في مثلا في بالنسبة للداخل يعني مثلا في خدمة المجتمع، يعني في الهلال الأحمر القطري طبعا ما في شك، في عمدة كلية الدراسات نعم الإسلامية، في طبعا الدراسات الإسلامية يعني أشارك في كثير من الأمور، أيضا في مركز حوار الأديان، يعني هناك مجموعة أو خلطة، في أيضا عضو في مجلس طبعا إدارة مش إدارة المكتبات، هي مجلس الأمناء للمكتبة الوطنية، يعني لي عضوية في أماكن متعددة. أنا من وجهة نظري ليس لا أسميها من وجهة نظري عملا تطوعيا، ولكنها واجب وإن ظهرت بمظهر. ليش دكتورة واجب؟ يعني أنت كررتيها أكثر من مرة. نعم، لماذا؟ لأن من وجهة نظري أن الرسالة المحمدية، رسالة الإسلام، تجعل لكل شيء. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، في كلمة طيبة صدقة. يعني شوفي كل حاجة عملها تعتبر صدقة، والصدقة في مفهومنا أيضا حتى في مفهوم علماء الشرع أيضا تدخل حتى من ضمن الزكاة. الصدقات يعني مفهومها واسع، فيها زكاة اللي هي واجبة، وفيها الصدقات التي نعتبرها يعني فضل زيادة، ولكنها في نفس الوقت تعتبر كما لو كانت واجبة. يعني يفترض في المسلم أن ينظر إلى هذه الأمور أن هي واجبة عليه، ليست يعني تكرما وتفضلا منه على الآخرين. بالعكس، أنا إذا تبسمت في وجه أخي تعتبر لي صدقة. لم يقل لأخيك صدقة، ولكن لي أنا صدقة. أنا الذي عملت العمل. من هذا المنطلق أنا يعني ممكن يعني وكثيرين مثلي، فلسفتي في الحياة أن خدمة الآخرين تسعدني قبل أن تسعد الآخرين حقيقة. وهذا أقولها، لا أقولها يعني تسويق لنفسي مثلا، ولكن فعلا أنا مؤمنة بذلك، لأني أستشعر ذلك عندما أقدم أي خدمة، أي خدمة بكلمة. حتى الكلمة، الخدمة ليست فقط أن أنت يعني تعطين مال كما يعني لا، إنما أي نوع من أنواع الخدمة أعتبرها بالنسبة لي أنا سعادة وليس للآخر، يعني وإن كان هو أعتبرها مساعدة أو يعني يعتبرها ما يعتبرها، بس أنا من وجهة نظري تسعدني. يعني دكتورة، لو خيروك بين العمل الأكاديمي والعمل التطوعي والإنساني تحديدا، شنو اللي تختارينه؟ اختارهم الاثنين، لأن أنا أكاديمية لا يمكن أخرج عن أكاديميتي أبدا على الأطلاق، حتى لو مثلا ما درست لفترة، حتى لا يمكن أخرج عن هذه الأكاديمية، لأن الأكاديمية علم، والعلم نفسه في حد ذاته يخدم العمل التطوعي. يعني الإنسان مثلا الفاهم المتنور اللي عنده نوع من العلم وكذا، أكثر قدرة من وجهة نظري على العطاء في المسائل، في العمل إذا سميناه تجاوزا من وجهة نظري عمل تطوعي. فالعلم يخدم هذا العمل، يخدم كل شيء، لأن العلم نور، والنور إذا دخل فيه كل شيء أضاءه وأناره ويسر الطريق.
له يعني. دكتورة، هل من واجبي أنا كأم أني أنا يفرض علي أني أنا أغرس العمل التطوعي في أبنائي؟ طبعاً لابد. أنا أتصور هذه مهمة المرأة ومهمة الرجل أيضاً، لأن يعني أنت لما تعودينهم وتعلمينهم على حتى مثلاً كلمة شكراً ولا بارك الله فيكم ولا جزاكم الله خير، ولا بالنسبة حتى لأبسط ما يكون عندك مثلاً خدمك في البيت، يعني أنك أنت لا تشعر بأن يعني تغرسين في نفس الطفل، لا تشعر بأن هذا خادم عندك كأنه عبد لك وأنت تملكه، ولا كأنه يعني مسير لك تماماً. لا، لابد أن تشكره، لابد أن تشجعه، لابد كلمة طيبة. فهذا إذا تعود عليه الطفل ترى يخرج إلى برا، طبعا من دائرة الأسرة الصغيرة يخرج إلى الخارج، يتعامل مع كل من حوله بهذه الروح، مهمة جدا. ولذلك أنا دائما أشوف الأولاد هم صنع أمهم وصنع أبوهم، حتى في ألفاظهم، في استخدام الألفاظ يعني. فلذلك إذا خليهم من الصغر يحترمون من هم يخدمونهم، لابد يشعر بنوع من الاحترام، تقدير، كلمة طيبة يعني، وهكذا يعني، عدم تجريح ما إلى ذلك. طبعا مهم جدا هذه أهمية يعني. إذا التربية كيف تكون إذا لم تغرس في أنفسهم هذا الشعور؟ كيف تكون التربية؟ يعني هي بناء فعلا للفرد يعني حقيقة. نرجع للجائزة دكتورة. نعم. اللي حصلتي عليها، أهمية هذه الجائزة. هذه الجائزة حقيقة هي تعود لرجل يسمى هنري دافيسون، وهو طبعا أمريكي الجنسية، ولد في 1876، فيعني قبل الحرب العالمية الأولى. فلما دخلت الحرب العالمية الأولى في 1917، هو عين على شيء يسمى بالنسبة لهم الصليب الأحمر، فحاول بجهده أنه يجمع أكبر قدر من المال، حتى يقيل بأن 4 ملايين دولار ولا يعني أكبر قدر من المال، واشترى به، وفره لسيارات الإسعاف وللخدمة يعني، لأن دائما هدف الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو خدمة الإنسانية، وهذا الشيء الجميل جدا حتى في الهلال الأحمر، لأن أنا أحب الهلال، أحب جميع الجمعيات الخيرية، ولكن الهلال الأحمر له في نفسي شيء بهذه الصورة، لأنه خدمة للإنسانية كإنسان، بغض النظر عن لونه، عن شكله، عن ديانته، أبدا ما لا دخل في هذه المسائل. فلذلك هو هذا الهنري، هذا الرجل يعني شيئا فشيئا أصبح هو اقترح أو يعني أنشأ ما يسمى بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي يعني. فلذلك في 2003 جعلت هناك جائزة باسمه، جائزة تمنح لجمعيات أو لأفراد لهم يعني لهم شأن في موضوع في موضوعات الهلال أو في موضوعات الصليب. دكتورة، أنت شو اللي قدمتي ومنحتي؟ طبعاً هم اللي أنا يعني أشكر طبعاً الهلال الأحمر، لأنه هو المتبنيني يعني، وأنا نائبة رئيس الهلال، فهم قدموا سيرتي بما فيها يعني لأني أنا بنت الهلال الأحمر حقيقة يعني. وأنت تستحقين دكتورة. الله يسلمك. لأني أجمع ما بين الاثنين أيضاً، الأكاديمية والعمل كما يسمى التطوعي، ومن هذا المنطلق هو الهلال رشحني، الهلال الأحمر، وهم اختاروا 3 يعني في الاتحاد، 3، واحد من إيطاليا وواحد من كينيا وأنا من قطر. وأنا أتصور بالنسبة لي يعني من وجهة نظري فرحتي بهذه الجائزة، يعني طبعا أفرح لشخصي ما في كلام يعني، لأن أكون مثالية يعني، ولكن فرحتي لدولة قطر يعني بلدي الحبيبة، لأنه يعتبر مكسب لدولة قطر، هو يعني على أساس أن دولة قطر يعني دولة قطر وإيطاليا وكينيا هم 3 من في حدود 100 وفوق 40 دولة مشاركة شاركت. فلما يعني تأخذ يعني جائزة تأخذها دولة قطر يعني، فهذا بالنسبة لنا مكسب للدولة يعني وللهلال الأحمر أيضا
بالذات، ولي أنا طبعا على مستوي الشخصي يعني طبعا أفرح بذلك. وإحنا فرحنا لك دكتورة وايد، وأنت تستاهلين وخير من يمثلنا أكيد. الله يحفظك. دكتورة، خططك المستقبلية؟ والله خططي المستقبلية، أنا بنت اللي كما يقال بنت الوقت بنت وقتي يعني، يعني عندي في بالي أشياء كثيرة لو وسعنا الوقت، يعني لو وسعنا الوقت في الحياة يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى يحقق على يدينا. أنا يعني مهم جدا عندي أن يكون هناك حوارا مسلما مع مسلم، مهم جدا عندي هذه المسألة، مهم جدا عندي. لماذا دكتورة؟ لأن الوقت الحاضر الذي نحن نعيشه وقت صعب جدا، وقت يحارب ويقتل المسلم مسلما. الآن نحن نعيش في منتهى الإرهاب والرعب والخوف من بعضنا البعض كمسلمين، لن أقول سنة وشيعة ولكن أقول حتى سنة وسنة. ما يحدث الآن حتى على مستوى الدول العالم، وأنت رأيت الآن ما يحدث في باريس وما حدث في لبنان من فترة، وما يحدث على طول وما يحدث في سوريا، هذا الكابوس الذي نعيشه ليل نهار دائما بسبب عدم الحوار، دائما بسبب البعد عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندي في نفسي أو في قلبي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقدرني على أن أنا أحقق شيء في السيرة، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء عليها نسير يعني بمنهج علمي صحيح مفهوم واضح يبين السيرة على صورتها الحقيقية، وجميعا نتكاتف نحن كمسلمين، نتحاور، وخاصة دعيني أقول مثلا كما قلت سنة مع سنة، نتحاور، نضع الأمور على طاولة، نبعد الاختلافات، نبعد الأذى. إسلامنا دين رحمة ومحبة وتعاون وتعايش سلمي، ويعني وفرح ببعضنا البعض. صح. فلذلك هذه أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لي ذلك إن شاء الله بإذن الله. دكتورة، شو اللي تحبين تقولينه في مجال العمل التطوعي كنصائح؟ والله يعني أتمنى أن كل إنسان كما قلت أن يشعر في عمله أنه هو ليس فقط أنه يأخذ راتبه في آخر الشهر، ولكن يعمل بمنتهى الأمانة، الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة. إذا استشعرت هذه الأمانة واستشعرت المسؤولية سيختلف العمل تماماً. يعني أنت مسؤولة كمذيعة مثلاً، تأتين وتجلسين هذه الفترة، ولكن إذا كنت تشعرين بأنك مسؤولة وأنك مؤتمنة على هذه الجلسة ستبذلين مجهود أكبر وأكبر. لا تعتبرين بس أنا أجي وأعطي مثلاً محاضرة مثلاً يعني وأذهب وانتهت القصة، لا، إنما لابد أن أنا يعني في العمل. وفي نفس الوقت دائماً مثلاً أقول أنا بذلت جهدي، أنا ضيعت شبابي، أنا مش عارف هاي الكلمة اللي دائما كل الناس ضيعت شبابي وضيعت عمري على، ما لازم بيضيع الشباب بيضيع والعمر بيضيع إذا حتى على أولادك يعني لا تقول ضيعت شبابي ضيعت عمري على وأنا أولادي، لا، هذه مسؤوليتك أصلاً، أنت مسؤولة مسؤولية تامة، مش مسألة شبابك ضايع ضايع رايح قصي. إذا أنت قدمتي شيء، شعور بالإحساس بأن أنا قدمت شيء، قدمت بصمة في هذه الحياة من مولدي إلى أن أموت، إذا قدمتي شيء أنا أتصور هذا الشعور عند كل واحد لازم، وبخاصة الإنسان المؤمن المسلم يعني أتصور. دكتورة، نطلع عن الحديث عن العمل التطوعي ونجي نتكلم عن الجائزة اللي حصلت عليها كلية الدراسات الإسلامية. نعم، هذا جميل، أنا أتصور إن شاء الله هذا العام عام الجوائز الحلوة المفرحة، يعني كلية الدراسات الإسلامية بمبناها صرح حقيقة، صرح معماري متميز ورائع فعلا. حقيقة، وطبعا يعني لأن وراه يعني شخصية قديرة سمو الشيخ موزة يعني حقيقة، الله يعطيها الصحة والعافية، ولذلك ظهر بهذه الصورة، صرح جمع ما بين العلم والنور كما يقال. العلم يمثل كلية الدراسات الإسلامية،
والنور أو الضوء أو الإضافة هذه تمثل المسجد، لأن جمع ما بين المسجد وما بين الكلية كمبنى، ومن هذا المنطلق حصل على جائزة المركز الأول للعمران أو للعمارة على كمبنى ديني، ثم حصل على المركز في العالم كله بصفة عامة، ثم حصل على المركز الثاني في العالم كله كمبنى يعني فقط، يعني ليس مبنى ديني. ولذلك فرحنا حقيقة بهذا الفوز، وهو يستحق فعلا، لأن مبني على معمار أو بصورة في منتهى الجمال يعني حقيقة، ويعيد فلسفة أن المسجد يقدم العلم، يقدم المشورة، يقدم يعني المسجد كان في الأول يعتبر مدرسة. ويعتبر بيت المشورة، ويعتبر جلسة الندوة والكلام والأخذ والعطاء واتخاذ القرارات في المسجد. فإذا المسجد كأن فلسفة هذا المبنى أعادت هذه الروح للروح الإسلامية القديمة يعني للكلية يعني الربط ما بينهما، ثم طبعا بالمعمار يعني نفسه، معمار جميل جدا حقيقة جدا يعني في المسجد وفي المبنى نفسه. وإحنا حابين أن احنا نذكر مشاهدينا أيضا أن بكرة الجمعة يمكنهم الصلاة في المسجد، نعم صلاة الجمعة مدينة كل جمعة التعليمية كل نعم جمعة وكل جمعة بإمام نعم بإمام متميز. نعم. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا سعيدة جدا بهذا اللقاء دكتورة عائشة المناعي، شكرا دكتورتي جزيلاً. فعلا شكرا.